مساء الخير، اهلا بيكم في تغطية خاصة من تلفزيون اليوم السابع، واللي هنتكلم فيها في التغطية دي عن موضوع بيهم الحقيقة قطاع كبير جدا من المواطنين، موضوع العدادات الكودية مسبوقة الدفع. وزارة الكهرباء اعلنت مد المهلة اللي حددتها لتقديم طلبات تحويل لممارسات الكهرباء لعدادات كودية، واللي المفروض تنتهي بنهاية اكتوبر 2020، وده بعد ما تم مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020. عندنا استفسارات كتير ومستنين أسئلتكم طبعا، يعني شرفنا أي استفسار خاص بهذا الموضوع تكلمونا، تبعتوا لنا كمان على صفحتنا على السوشيال ميديا الخاصة بموقع اليوم السابع، وهنعرف تفاصيل أكتر من يعني اللي مشرفنا دكتور أيمن حمزة والمتحدث باسم وزارة الكهرباء. طبعا عندنا أسئلة كتيرة جدا يا دكتور محضرينها لك بخصوص هذا الموضوع. في البداية كده برحب بيك، أهلا وعايزين بيك يا فندم. أهلا بيك. بداية عايزين نعرف ليه وزارة الكهرباء مدت فترة تلقي طلبات العدادات الكودية دلوقتي، وإيه الأهداف من تركيب أصلا العداد الكودي؟ طبعا في البدايه بحيي حضرتك، بحيي جميع متابعينك يا فندم. طبعا هي شكرا. ال طبعا هي تماشيا مع السياسه العامه للدوله في التيسير على المواطنين، و طبعا يعني اتساقا مع مد فتره التصالح زي ما حضرتك اشرتي مع مخالفات البناء لنهايه اكتوبر. فتم المد الفتره للتقدم للتحول من نظام الممارسه في حساب الاستهلاك الى العدد، النظام العداد الكودي. ده كان يعني ده كان الهدف الاساسي. يعني الحاجه الثانيه، العداد الكودي طبعا هو اسمه عداد كودي ان هو عداد بيتم تركيبه للمباني المخالفه بدون يعني تقنين الوضع الوحده السكنيه. يعني العداد ده لا يقنن وضع الوحده السكنيه، ولكنه هي بتبقى اداه دقيقه لحساب الاستهلاك بدون الدخول في العمليات التقديريه للاستهلاك، وبالتالي وتعرض المواطن نفسه للمحاضر سرقه تيار كهربي وما الى ذلك، يعني فيما يخص القانون. يعني احنا طبعا اتقدم لنا لغايه دلوقتي يعني في حدود تقريبا اكثر من 750 الف طلب. الطلب ده يعني ممكن يكون بيحتوي على اكثر من وحده عقاريه، يعني يعني كوحدات عقاريه تقريبا وصلنا تقريبا حوالي مليون و800 الف وحده عقاريه للطلبات تحول من نظام طيب الكودي. خليني أسألك يا دكتور، يعني منذ أيام سمعنا عن حملة لضبط مخالفات العدادات مسبوقة الدفع، ليه رجعنا في الكلام، أو ليه ما تمش هذا الأمر، وإيه عقوبة السارق لو حصل، يعني أو لو إنسان بيسرق تيار كهرباء؟ هو طبعا سرقه التيار الكهربي طبعا القانون جرمها، ويمكن في اخر تعديل ليها كان مجلس النواب، لجنه التشريعيه في مجلس النواب اقرت بعض التعديلات. العقوبه بتصل الى الحبس وغرامه، الغرامه دي ممكن تصل الى 200 الف جنيه طبعا، لان هي دي بتأثر على المهمات الكهربائية كلها، الشبكة المتوصلة لباقي المستفيدين من الشبكة، بالإضافة إنها بتعمل حمل زيادة، طبعا وكمان في نفس الوقت ده حصول على يعني حق بدون سند قانوني أو بطريقة أو بدون طريقة يعني أو طريقة غير مشروع. قانونية. وهي الفكرة كلها إن بنحاول إن إحنا نبدا نضع الاليات وال يعني والاجراءات اللي بتضمن للمواطن ان هو يحصل على الخدمات بطريقه قانونيه وبطريقه مبسطه. طيب يعني في بعض الناس بتتكلم على ان العداد يعني اللي بكارت يعني مسبوق الدفع طبعا الجديد، بيقولوا انه بيسحب اكتر من العداد العادي اللي احنا متعودين عليه مده سنوات طويله جدا. طيب هل الكلام ده حقيقي ولا خاطئ؟ لا طبعا ده خاطئ، يعني 100% طبعا. هو بالعكس، ده العداد اللي هو مسبوق الدفع اللي هو بالكارت ده عداد ليه مزايا كتير جدا. من ضمن المزايا بتاعته ان هو بيبقى مش محتاج او مفيش تدخل عنصر بشري فيه. الحساب الاستهلاك فيه بتبقى الاسعار اللي تم الاعلان عنها،
نفس الآلية ونفس الطريقة اللي بيتم الحساب بيها في العدادات اللي هي التقليدية أو نظام الفواتير، ولكن هي الفرق بقى، وده الميزة اللي موجودة في العداد المسبوق الدفع، إن في العداد التقليدي إحنا بنستهلك كهرباء، وبعدين بتيجي في آخر المدة بيجي الفاتورة. يعني ممكن بعض الناس أو كثير من الناس بيفاجئوا بالقيمة الاستهلاك، وده مش موجود في العداد المسبوق الدفع. لا، ده بيبقى قدام المشترك، بيبقى فيه شاشات موجودة ممكن يعني يعرف منها هو استهلك قد ايه لغايه دلوقتي، وفي انهي شريحه اللي سحب قد ايه من الفلوس اللي هو كان حاططها. وبالتالي دي ميزه مهمه جدا بتساعده في التحكم كمان في الاستهلاك. طبعا طبعا، يعني احنا كنا سمعنا كمان كتير جدا وكلنا تعرضنا لهذا، يعني كان الموظف ما بيجيش وكانت تتحط طبعا فواتير بشكل ارقام جزافيه وارقام طبعا غير حقيقيه، فده طبعا اكيد بيحدد يعني حقيقه استهلاك المواطن ل يعني شبكه الكهرباء وايه اللي بيستخدمه مظبوط بالفعل، ويكون طبعا كل شيء مقروء قدامه والقيمه محدده وعارف هو بيستهلك قد ايه وامتى حتى يعني الكارت هيخلص وممكن بعد كده يبدا يشحن. فطبعا احنا وكمان احنا كمان يعني كمان اليات شحن الكارت يعني طورناها وسهلناها، بقت موجوده في منافس الدفع الالكتروني المنتشره، وبالاضافه الى تطبيقات الحديثه الجديده اللي بتنزل على التليفونات المحموله بخاصيه طيب. اسمها NFC. طيب خلينا برضو يعني ننتقل لعدد من الاسئله، طبعا بدا بعض مشاهدين يتفاعلوا معانا ويبعتوا لنا بعض الاسئله، طبعا بدعوهم ان هم يشاركوا معانا، واي حد يعني بيسمعنا دلوقتي احنا بنتكلم عن موضوع التحويل من العدادات العادية للعدادات مسبوقة الدفع، ومعانا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء يعني تفاعل معاكم ويجاوبكم عن كل استفساراتكم وأسئلتكم. خليني يعني أسألك يا دكتور، في مواطن بيقول أو أكتر من مواطن بيسأله، إحنا قدمنا على العدادات الكودية من شهر ونص بس لغاية دلوقتي ما فيش أي حاجة تركبت، فين العدادات؟ هو بالفعل يعني القرار المد ده كان متضمن بعض الحاجات الاضافيه، وهي من ضمنها البدء في استكمال الاجراءات الخاصه بتنفيذ الطلبات اللي هي تم التاكيد بيها من اول اكتوبر ان شاء الله، يعني من اول اكتوبر اول 10 اي الشركات التوزيع التسعه هتبدا تاخد تكمل باقي الاجراءات، يعني من معاينات من والاستلام امتى تحديدا يا دكتور؟ يعني الاستلام من اول اكتوبر ولا هيبداوا ياخدوا اجراءاتهم علشان استكمال اجراءات فقط؟ استكمال الاجراءات يعني طيب. المعينات والفحص الطلبات والحاجات دي كلها، وبعديها على طول بيبقى يعني زي اي طلب للعداد عادي. طب بتاخد فتره قد ايه والمواطن فعلا يركب له العداد بشكل رسمي خلاص يعني من اول اكتوبر اجراءات؟ وطب التركيب امتى؟ هو ده هتبقى حسب بقى كل حاله بحالتها، الوضع اللي هو متطلب ليه، المؤيسات، طيب حد اقصى يعني عايزين نعرف موعد مش حد حد اقصى؟ لا مش حد اقصى، هي الفكره كلها يعني قبل كده كان من فتره كان في بعض المواطنين كان قدموا للتقدم برضه لتقدم العدادات الكوديه، وبعد ما كان تقدموا بالطلبات استكمال الاجراءات ديت كان التاخير من المواطن نفسه يعني. يعني احنا بنعمل شويه اجراءات وان شاء الله الفتره الجايه هيتم سريعا يعني الاستجابه وفي اهتمام ان هو في اهتمام بتسريع الاجراءات دي ان شاء الله باذن الله. ده عظيم. طيب دكتور، مواطن بيقول انا عايز اغير العداد القديم الى عداد كارت، اعمل ايه؟ عايزين نعرف الخطوات. هو بيتوجه للفرع الخاص به بتبع الكهرباء، وفي ميزه ان هو ممكن يتم تقسيط قيمه العداد يقدر يعني يدفعها مع الشحن الكارت اللي هو الشهري دوت يتضاف اليه وتبقى قيمه بسيطه يعني. ممكن نعرف القيمه قد ايه يعني المواطن عشان يروح يقدم يعني على عداد؟ ممكن طبعا هي بتختلف من عداد لاخر، ولكنها ممكن تبقى حدود 30 جنيه 40 جنيه يعني. ده 30 جنيه. اه الاوراق المطلوبه مثلا، هل بيبقى في اثباتات ورق قانوني ملكيه يعني الشقه كلها يعني الحاجات اللي هي ان ما يفيد ان هو حايز الشقه ديت أيوة. وايصال مثلا كهرباء وحاجات كلها حاجات بسيطه يعني،
بيتم تحويل العداد من عداد تقليدي لعداد مسبوق الدفع. عايز اقول لحضرتك ان معظم الناس اللي تحولت العداد اللي هو المسبوق الدفع لقت ان هي يعني في حصل توفير كتير في بالنسبه للجزء اللي بيدفعه بالنسبه للمقابل الاستهلاك. نظرا زي ما احنا قلنا للجزئيه بتاعه ان هو يقدر يتحكم في استهلاكه. طبعا. طيب خلينا ننتقل لسؤال تاني. المواطن بيسال ليه في ناس لسه عندها عدادات قديمه وناس تانية عندها عدادات جديده في نفس العماره؟ هو طبعا احنا بيتم الاحلال للعدادات التقليديه بعدادات اللي هي اللي بالكارت تدريجيا طبعا، لان احنا يعني احنا وصلنا لحوالي 9,500,000 تقريبا عداد مسبوق الدفع في الشبكه، يعني متبقي في حدود تقريبا حوالي 27,000,000 عداد. فطبعا صعب جدا التحويل مباشره، ولكن اي فعاليات على العداد القديم، يعني حد بيغير الملكيه، عداد قديم باظ، مواطن عايز يغير من عداد تقليد القديم لعداد جديد، العدادات مجموعه مثلا عدادات كانت قديمه جدا والعمر الافتراضي بدات فيها مشاكل كتير، بيتم التحول او استبدالها بعدادات اللي هي بالكارت. فيعني العمليه تدريجيا، واحنا بنأمل احنا ان شاء الله ان احنا نتحول تدريجيا للعدادات اللي هي، وفي خطه موضوعه للتحول من العدادات التقليديه لعدادات مسبوقه الدفع او عدادات ذكيه. يعني حتى بالمناسبه احنا برضه ماشيين بالتوازي في الاستبدال العدادات بعدادات اللي هي المسبوقه الدفع بعدادات اكثر تطور اسمها العدادات الذكيه. بدانا في يعني تركيب مرحله تجريبيه كده لحوالي تركيب حوالي 250,000 عداد، ولكن هي طبعا بتتطلب بعض البنيه التحتيه من كابلات طبعا في اماكن كتيره كمان لسه يعني البنيه التحتيه يعني غير مواتيه وغير مناسبه ان هم يبداوا يعني يطوروا فيها فكرة العداد وفكرة الكهرباء طبعا وخدمات أخرى. طيب خلينا ننتقل لسؤال آخر دكتور، سؤال متكرر حقيقة، في ناس كتير بيقولوا إنهم ما بيستهلكوش كهرباء وبيجي لهم فاتورة غالية، ليه دايما السؤال ده موجود يا دكتور؟ هو خليني نقول إن إحنا يعني إحنا ثقافة كمصريين عندنا في العداد اللي هو التقليدي ما بنتابعش الاستهلاك، وممكن فجأة يحصل ان يبقى فيه الاستهلاك دوت يتخطى الميزانية اللي انا محددها على بالنسبة للكهرباء. طبعا ده السبب دوت ده حاليا هو المنتشر اكتر، نظرا لان احنا كمان كان في سبب اخر. السبب الاخر ده كان ان بيبقى في بعض الاخطاء موجودة نتيجة إن القراءات ما كانتش منتظمة، ما كانتش مظبوطة. إنما دلوقتي بعد تطبيق البرنامج القراءة الموحد اللي هو بيتطلب وبيأكد على إن يبقى فيه صورة للعداد مع الاستهلاك، ده قلل بدرجة كبيرة جدا نسبة الخطأ أو الشكاوى اللي موجودة، لأن مبقاش فيها تدخل عنصر بشري. إن القارئ بيروح يصور العداد، الصورة على طول بتنتقل على طول مباشرة أونلاين للمراكز الجمع القراءات، وبيتم بقى بعد كده باقي الاجراءات لغايه اصدار الفاتوره وبيتم مراجعه الفاتوره. فمعدل الخطا قل، ولكن هيظل ان احنا برضو ممكن نفاجئ بالاستهلاك بتاعنا. وهو الفيصل عشان برضو الناس تطمن، هو الفيصل بتاعنا العداد. طبعا لو في حد شاكك ان العداد بيبقى ايوه يعني ده السؤال اللي انا كنت عايزه اسال حضرتك، يعني لو في مواطنين شاكين في فاتوره الكهرباء بتاعتهم او قرايتهم او طريقه تشغيل حتى العداد الكودي يعملوا ايه؟ لا انت حضرتك بتتكلمي على العداد المسبوق الدفع ولا العداد التقليدي؟ الاثنين، لان طبعا احنا عندنا لسه مواطنين بيستخدموا العدادات القديمه، يعني عايزين نعرف ازاي يعرفوا يتحكموا ويعرفوا فعلا ده استهلاكهم الحقيقي. طيب هو العداد المسبوق العداد التقليدي، خلينا نبدا بيه. العداد التقليدي اللي هو بننتظر لغايه اخر الفتره المحاسبه او اخر الشهر وبيتم حساب الاستهلاك بتاعه. بيجي في الفاتوره جزئين، جزء اسمه القراءه الحاليه وبند تاني اسمه القراءه السابقه. كويس. انا خليني لما يجي الايصال او كعب اللي هو خاص بالايصال بتاع السداد، انا ابص على القرايه اللي موجوده تحت البند مكتوب القرايه الحاليه. كويس. واقارنها ما بينها وما بين القرايه اللي موجوده في العداد قدامي. لو لقيت المفروض ان هو يكون القرايه اللي موجوده في العداد اكبر من اللي موجوده في الخانه بتاعه القراءه الحاليه، لان القراءه الحاليه ديت اتاخذت من فتره وبالتالي استهلكت العادي.
كويس، لو لقيت العكس، بمعنى لقيت اللي موجود في الخانه بتاعت القرايه الحاليه اكبر، في الحاله دي تبقى القرايه دي مش مظبوطه. حتى لو قلت للمحصل خلاص، المحصل هيبص عليها ومش هيطالبك بالقصه ديت، لان دلوقتي ما عندناش حاجه اسمها ادفع بعدين اشتكي، لا دي شكوى حقيقيه قدامك، بيبلغ على طول الشركه. واحنا في اليات كتير جدا للشكاوى، سواء 121 او تطبيق اسمه شكاوى الفواتير، كل الحاجات دي موجوده. خلاص دي اول خطوه عشان اتاكد. طيب عزيز، افرض ان انا العداد نفسه انا حاسس ان هو لا، لقيت ان القرايه فعلا القرايه اللي موجوده في العدد اكبر من موجوده في الايصال، بس انا حاسس ان ده مش استهلاكي اكتر من الاستهلاك بتاعي، في متاح لحضرتك ان انت ممكن تتجه لفرع الكهرباء وتطلب فحص العداد، تقول انا هفحص عداد. ولكن طبعا لابد ان يكون التوجه ده سريع، لان لو اتاخرت في مطالبه موجوده، فعشان ما يحصلش بقيه الاجراءات الخاصه ب يعني التاخير او المتاخرات والحاجات دي كلها، لا ده ممكن تعمل الجزئيه ديت ويتم فحص العداد، ولو لو لو هو مشكله فيه يتم تغييره. طيب العداد اللي هو اللي بالكارت اللي هو انا دوت انا بتابع، لا هو الكود، اصل كلمه كودي دي احنا بنقولها للعداد اللي هو اللي بيتم تركيبه للاماكن المخالفه، انما العداد اللي هو نقول عداد مسبوق الدفع، عداد بكارت مسبوق الدفع. مسبوق كويس الدفع. جدا عايزين يعني نفرق في المصطلحات والناس تبقى عارفه يعني. اتفضل. مظبوط، العداد اللي هو مسبوق الدفع دوت ده قدامي بقى، انا شايف الاستهلاك قدامي قد ايه، في انهي شريحه، وبالتالي المفروض ان هو مع نهايه الفتره بيبدا يحسب الحساب من اول وجديد، بيحسب الحساب من اول وجديد من اول كيلو بعد انتهاء ال 30 يوم. وبالتالي انا ممكن اتابع الاقي ان هو لازم يبدا من الشريحه الاولى وبعد كده الشريحه الثانيه وهكذا. خلي بالنا برضو من جزئيه، وبعض الناس برضو بيجي لها نوع من القلق او التوتر في ان لما بيكون في الفاتوره العاديه التقليديه انا الاستهلاك بتاعي بيتم حسابه ازاي؟ بعد نهايه الفتره المحاسبه، بعد نهايه 30 يوم. انما في الاعداد مسبوق الدفع بيخصم اول باول. طيب انا في شرايح معينه طبقا لهيكله الاسعار اللي موجوده بيتم حساب الاستهلاك من اول كيلو استهلكته، بمعنى انا لما بستهلك 100 كيلو ال 100 كيلو دولت بيتجزأوا لجزئين، الجزء الاول 50 لونين بسعر الشريحه الاولى، وبعدين ال 50 الثانيه بسعر الشريحه الثالثه. طب لو عديت ال 100 كيلو، لا بيتم حساب كل ال 100 كيلو بسعر الشريحه الثالثه. طب ده هيعمل فرق. طبعا هيعمل فرق قد ايه؟ يعمل فرق حوالي 22 جنيه. وبالتالي هو العداد مبرمج ان هو بيكمل الحسبه، بس بيبقى في خصم 22 جنيه، ده فرق حساب نتيجه تنقل للشريحه الثالثه، بيخصمها من عظيم الرصيد اللي موجود. عظيم. نفس القصة دي بعد 650 بعد، ونفس القصة بعد 1000 كيلو. على كل حال بشكرك، وطبعا الأسئلة كتيرة جدا والناس بتسألنا وتبعت لنا، بس يعني إلى حد ما حضرتك يعني جاوبت على معظم الأسئلة بتدور في أذهان المواطنين، وخصوصا اللي بيشغلهم ملف الكهرباء والعدادات بقى العادية ومسبوقة الدفع وما إلى ذلك. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا. بشكرك يا دكتور. كان معانا دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. كده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا الإخبارية، نشكركم على طيب تابعة. عدى هذه التغطية زميل محمد الحناوي، وكنت معكم سليم فؤاد.